الدولة الاستثنائية للمجلس الوطني للإنقاذ فرصة لتنوير قادة حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالبنود واللوائح المتخذة من قبل الحزب ومن بين البنود كيفية ترشيح المترشحين في الانتخابات المقبلة البلدية والتشريعية والولائية. ولأجل تطبيق التوجيهات والمخرجات وصلت بعثة الوفد إلى أم جرس حاضرة الولاية. عبد القادر تجاني كيبرو عضو البعثة بصفته إحدى الشخصيات المرجعية يقول: نحن أتينا من أجل توجيه المترشحين في هذه الانتخابات وإعطائهم كل المعلومات المهمة التي تساعدهم للتقديم على المرشحين الذين لديهم كفاءة من أجل توسيع الولاية والمحليات والبلديات المعنية التي تستخدم. خلال اللقاء الذي جمع قدامى مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ مع الوفد الذي يقوده علي محمد شوا تم فيه عرض الاستفسارات حول كيفية الترشيح، وقد شدد الأخير على احترام المعايير وتقديم ملفات المترشحين في الانتخابات المقبلة ويتم اعتمادها محليا قبل أن ترفع إلى المقر الرئيسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ.